السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب ام سوزي؟ عاملين ايه النهارده يا حبايبي؟ هنعمل روتين على السلم، نشاط وحيوية كده، روتين جامد. ومن الاخر هنفلس السلم ونمسحه وننضفه يا حبايبي. ما تنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان كل جديد. شيل الجزم دي تحطها في الجزامة. الزاوية مليانة جزم على خير. بس يا حبايبي تنسونا باللايكات، انتوا بتشاهدوا ولا بتشاهدوا الفيديوهات وتنسونا باللايكات. حطوا لايكات يا حبايب قلب عشان الفيديو يترفع كده والمشاهدات تزيد، وشاهدوا الفيديوهات وان شاء الله يوصل لكم مننا كل حاجه حلوه نعمل احنا بنعملها. فيديوهات جميله والله، شجعوني عشان عشان اعمل لكم فيديوهات حلوه. التعليقات الجميله بتاعتكم على فكره انا بردت على كل التعليقات بتاعتكم الحلوه. Thank you.
شويه كلور في الميه وشويه معطر برده عشان تعطر السلم كده وتخلي ريحته حلوه. والله انا بمسح الدور بتاعي بيتقال نضيف اكتر من 20 يوم بيتقال نضيف وبيلمع كده. امسحها كده يا حبايبي من التراب، بيبقى عليها تراب برده من الكنس والعفره وكده.
كده حبايبي اكون خلصت الدور بتاعي، نظفنا السلم وخلينا زي الفل ومسحنا الترابيزات. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وتفعيل كل جديد. يا سلام يا حبايبي.